السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ازاي اعرف نتيجة الاستخارة، خصوصا انها بعد ساعات الاستخارة كذا يا مرة يعني صليت وما يعني نفس الامر تحير فيه؟ والله ليس عندنا نص يفيد أننا سنرى رؤيا إذا صلينا الاستخارة، إنما فقط انشراح للصدر وتوكل على الله لمباشرة العمل أو لتركه. أما نصوص في هذا الباب أنك سترى رؤيا وغير ذلك لا أعلم شيئا، والاستخارة إنما هي دعاء، أن توكلت أمرك إلى الله وتدعوه بالتوفيق.